جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة من سوريا بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول المعذبة أم علاء من دمشق سوريا، تقول إنها مصابة بالوسوسة، نسأل الله العافية لنا ولها ولكل مسلم، وتقول إنها كثيرا ما تشك حتى في نجاسة الصنابير والأواني، وتقوم بغسل ذلك بالماء والصابون عند كل مرة. وحينئذ تسألكم شيخ صالح كيف المخرج من هذا البلاج؟ جزاكم الله خيرا. هذا وسواس من الشيطان، المخرج أن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تترك هذا الشيء ولا تلتفت إليه، ويزول عنها بإذن الله، وتكثر من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان ولا تلتفت إليه ويزول عنها بإذن الله.